وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لما قالوا يا رسول الله، كما ذكر ذلك كثير من المفسرين، قالوا يا رسول الله، بل إن السياق يدل عليه، قالوا أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما، لم يقل قل، مما يدل على ماذا؟ يدل على أن ترك كلمة قل والله أعلم يدل على أنه ليس هناك حواجز بين العبد وبين ربه، فعليه أن يسأل الله. ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: من لم يسأل الله يغضب عليه. فوا عجبا لأناس يستغيثون بغير الله ويدعون غير الله ويقولون إن هؤلاء شفعاء لنا عند الله، فهذا هو الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. إنما على العبد أن يدعو الله عز وجل. ولذا قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.